انا جيت من المانيا اخويا البارح بالليله باش نحضر لهاد الاجواء هادي ديال المغرب القلعه وهاد الاجواء راه ما كنلقاوهاش في المانيا وجينا نحتفلوا مع الدراري وشكرا المهم المنتخب اليوم كانوا رجال وشرفونا فرحونا وفرحوا هاد القلعه كامله حنا فرحانين اخويا كتشوف واحد صغير كبير فرحان مهم بيس حنا فرحانين كنتمناو المغرب كامل يفرح صراحه اليوم ماتش كبير من الرجال برافو الرجال شفنا من بدايه المباراه المغاربه كانوا واقفين الحمد لله الدراري كانوا واقفين التكتيك كان رائع جدا وتبارك الله صراحه وديما المغرب ديما مغرب ومربوحة ان شاء الله الماتش زوين الصراحه وما كناش متوقعين هذا الفوز هذا بجوج زيرو هكا كنا متوقعين شي نتيجه اقل ولكن داز ماتش زوين صراحه وفرحنا بزاف ونتسناو شي حاجه اكثر ان شاء الله عقوب الماتش الجاي ان شاء الله ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.